لمناقشة ملف استمرار معاناة النازحين في العراق بعد قرار إغلاق المخيمات، ينضم إلينا عبر سكايب من مدينة إسطنبول الباحث القانوني في المرصد الأورو متوسطي محمد عماد. أهلا ومرحبا بك. أهلا وسهلا أستاذ محمد، وكالة رويترز أكدت أن آلاف النازحين يرفضون مغادرة المخيمات في العراق رغم إجبارهم من قبل الحكومة على تركها وإعادتهم إلى مناطقهم المدمرة. لماذا برأيكم هذا الإصرار الحكومي على ترحيل النازحين وما تداعيات ذلك؟ نعم، في البداية تحية لكم وللسادة المشاهدين، وتأكيدا لسؤال حضرتك أو لإشارة حضرتك، بطبيعة الحال سيكون هناك إصرار من الحكومة العراقية بتهجير أو بإعادة النازحين قسريا إلى منازلهم، وذلك بعد تدويل القضية على المستوى الدولي، وكان هناك عدة مواقف دولية وضغط من قبل العديد من المنظمات الدولية وأيضا من بعض الدول في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبعد المطالبات العديدة للمنظمات الحقوقية كان هناك استجابة للحكومة العراقية بمحاولة إرضاء المجتمع الدولي، وذلك بقرار إغلاق مخيمات النزوح. هذا أولا، وثانيا العادة القسرية للنازحين. لكن المشكلة ليست هنا، المشكلة تتمثل بأن الأزمة لا زالت قائمة، بمعنى أن الحالة الأمنية والحالة الاجتماعية في المناطق التي أجر منها أولئك الأشخاص وهم بتعدادهم بالآلاف لا زالت كما هي، بل الحالة الأمنية ازدادت سوءا. وما يعزز هذا القول ايضا ما يجري داخل المخيمات نفسها. في مخيمات النزوح هناك حاله من انتهاك الحقوق على عده مستويات. المستوى الاول، لا توجد الخدمات الاساسيه ولا الخدمات الصحيه، كل هذا يتواكب مع انتشار فيروس كورونا. هذا اولا. ثانيا، ما وثقناه نحن كمرصد أورو متوسط لحقوق الانسان في عده مواقف من وجود انتهاكات بحق الاطفال، في عدم السماح لهم بممارسه الحياه التعليميه، وايضا للاسف في بعض الاحيان سجلنا حالات من التحرش الجنسي بالنساء داخل تلك المخيمات، إضافة إلى العديد من الانتهاكات التي تجري على يد الأفراد الأجهزة الأمنية التي تقوم بتأمين وإدارة تلك المخيمات. كل هذه المعطيات تعطينا صورة بأن الحكومة العراقية هي تتنصل من مسؤولياتها القانونية والدولية بشكل عام، وأيضا هي محاولة لأن تقول للمجتمع الدولي نحن نلتزم بالقرارات الدولية، لكن للأسف يأتي هذا الالتزام على حساب حياة الآلاف من النازحين قسريا وعلى حساب الحالة الحقوقية لأولئك الأشخاص. طيب، موقع ميدل إيست أونلاين البريطاني أشار إلى أن السلطات في العراق تجبر النازحين على مغادرة مخيمات رسمية إلى مناطق دمرتها الحرب وسط تربص من قبل الميليشيات. كيف يمكن حماية النازحين في المدن التي تسيطر عليها الميليشيات وتنظر للعائدين إليها بعين الشك؟ نعم، يبدو أن للأسف يعني الحالة العراقية هي حالة معقدة جدا. في جميع دول العالم نعلم أن الحكومة هي من تقوم بطرد المسلحين وأيضا الجماعات الإرهابية من المدن وتقوم بتحريرها، ومن ثم تقوم بإعادة المواطنين إلى بيوتهم. لكن ما يجري الآن، هناك تعاون غير مسبوق من قبل الحكومة العراقية مع بعض الميليشيات المسلحة، وهنا نقصد أيضا بعض المحافظين، محافظين المدن العراقية. هناك تعاون كبير جدا، وهذا وثقناه قبل حالة النزوح، بمعنى أنه كانت الحكومة العراقية عندما لا تستطيع اعتقال شخص أو خطف شخص أو اختطاف شخص عفوا، تقوم الجماعات المسلحة باختطافه واقتياده إلى جهات مجهولة. مثل هذا الأمر أيضا ينطبق على حالة النازحين قسريا، بمعنى أنه يوجد الآن تعاون وإن كان غير معلن بين الحكومة العراقية والجماعات المسلحة. هذا التعاون يمنع وجود أو عودة المواطنين والنازحين قسريا إلى بيوتهم، وهذا الأمر يستند إلى بعد طائفي نظرة أو إلى الخلفية الطائفية لتلك الجماعات المسلحة مع الحكومة العراقية. وبالتالي ما نقوله، إن كان هناك مطالبة لعودة النازحين إلى بيوتهم، فيستتبع هذا الأمر بشكل أساسي أن يكون هناك توفير للحالة الأمنية والحالة الاجتماعية في تلك المدن والمناطق السكنية، بمعنى أنه يجب أولا إعادة الحالة الأمنية إلى ما كانت عليه، وإعادة بناء البيوت والمنازل التي دمرت، وفتح ممرات وطرق آمنة، وأن يوجد هناك عناصر أمنية تحفظ لأولئك المواطنين والأفراد بشكل عام والنازحين بشكل خاص أمنهم وحياتهم، ومن ثم تأتي المطالبة بعودة أولئك النازحين، لكن على شكل تسلسلي أو تدريجي، بحيث يضمن استقرار أولئك الأشخاص في بيوتهم مرة أخرى مع الحفاظ على الحالة الأمنية والحالة الاجتماعية في تلك المناطق. لكن أن يتم الادعاء أو أن يكون هناك الادعاء بأن اللاجئين قسريا سيتم إعادتهم بالقوة وبالجبر وبالقوة الجبرية إلى منازلهم دون توفير أي استقرار أمني ودون إعادة بناء المنازل، فهذا الأمر هو
مجرد دعاية إعلانية للتخلص من الضغوطات الدولية التي تقوم بها المؤسسات والمنظمات طيب، الدولية الحقوقية. رغم الانتقادات الحقوق عفوا الانتقادات الحقوقية، وزارة الهجرة بررت هذه العمليات ترحيل النازحين القسرية قائلة إنها تأتي في إطار برنامج العودة الآمنة والطوعية. ما دلالات توقيت هذا القرار المتمثل بإعادة نحو 1.5 مليون نازح قبيل نهاية هذا العام؟ نعم، هذا الأمر برأينا غير منطقي، لأنه إذا كانت الطرق الأساسية الواصلة لمخيمات النازحين بالأساس هي طرق غير آمنة، وحتى هناك بعض الحالات رصدناها عندما تم إعادة بعض الأشخاص قسرا في وقت سابق منذ شهرين إلى منازلهم، تم اختطافهم وسرقة احتياجات الأساسية منهم، وأيضا تم اعتقال العديد من الأشخاص تحت ذرائع وحجج مختلفة دون أن يعرف مكانهم إلى هذه اللحظة. نتحدث عن أشخاص مفقودون ومخفون قسريا، فكيف يعقل أن تسوغ الحكومة العراقية بأنه هناك برنامج العودة الآمن وأولئك الأشخاص لا يأمنون على حياتهم، لا يأمنون في الطرق التي سيتم إعادتهم إليها، لا يؤمنون داخل تلك المدن التي ما زالت تسيطر عليها الجماعات المسلحة. المنطق يقول والحالة القانونية السليمة تقول أنه يجب توفير البيئة المناسبة لعودة أولئك الأشخاص، ومن ثم تقول بأن هناك برنامج عادة المواطن أو البرنامج الآمن لعادة النازحين قسريا، لكن أن يتم الإعلان عن برنامج مثل الإعلان أو الرجاع الآمن لأولئك الأشخاص دون أن يكون هناك خطوات توضيحية، دون أن يكون هناك مراقبة دولية، دون أن يكون هناك لجان أمنية تحفظ لأولئك الأشخاص تحركاتهم ووجودهم في منازلهم أو في بيوتهم أو في الطرق المؤدية إلى بيوتهم، فنتوقع أن مثل هذا الأمر هو إعلان فقط للتنصل من المسؤوليات القانونية الملقاة على عاتق الحكومة العراقية. طيب، في ظل كل هذه المعطيات التي ذكرتها الآن، ما هو الدور الذي يمكن أن تلعبه المنظمات الدولية الحقوقية لوقف هذه الانتهاكات الإنسانية بحق مئات الآلاف من النازحين العراقيين؟ بالفعل، وهذا هو السؤال المهم أو الطرح المهم الذي يجب أن يكون متواجد في هذه اللحظات، لا سيما وأن القرار سيتم تطبيقه مع بداية العام المقبل، يعني في أقل من شهر. ما يجب عليه عمله على في المستوى الدولي أو على المستوى الدولي كالآتي: أن يقوم مجلس الأمن بإرسال لجان تقصي حقائق ولجان مراقبة، أولا بحث أوضاع النازحين قسريا داخل المخيمات، وأيضا لبحث الأوضاع داخل المدن المنوى إعادة اللاجئين قسريا إليهم، بمعنى أنه يجب أن يقيموا الحالة الإنسانية ويروا بأنفسهم أن تلك المدن غير مؤهلة أو غير جاهزة بعد لاستقبال أولئك الأشخاص، وأيضا لمراقبة الطرق والحالة الأمنية بشكل عام على المستوى الحقوقي فيما يتعلق بحقوق الإنسان وأيضا حق التنقل والسفر وما إلى ذلك من مجموعة من الحقوق الأساسية. عندما تتأكد المجموعة الدولية أو اللجان الدولية المرسلة من قبل مجلس الأمن أو أي جهة، سواء كانت الجمعية العامة أو من قبل لجان خاصة، عندما تتأكد من أن الحالة الحقوقية تسمح بعودة أولئك اللاجئين، عندها ستقرر بالتعاون مع الحكومة العراقية أن الآن هو الوضع الأمثل أو الوضع الآمن الآن لإعادة النازحين قسريا. ولكن هذا الأمر لا يأتي بقرار حكومي بإغلاق جميع المخيمات، بل حتى أن العودة على المستوى الدولي يجب أن تكون تحت إطار جدول زمني محدد، وأن تكون العودة بشكل تدريجي من أجل مراقبة تحركات أولئك الأشخاص، لأننا نتحدث عن مئات الآلاف من الأشخاص، وبالتالي يجب مراقبة تحركاتهم منذ انطلاقهم من مخيمات النزوح قسريا حتى تواجدهم في منازلهم، وأيضا استقرارهم وضمان والتأكد من وجود الحاجات والاحتياجات الأساسية في مدنهم لمواصلة إعادة أولئك الأشخاص عبر الطرق الآمنة. لكن أن يكون المجتمع الدولي الآن هو يمارس الضغط فقط دون أن يكون متواجد على أرض الواقع، وأن تكون الحكومة العراقية تهدد من طرف آخر بإعادة أولئك اللاجئين قسريا وبإغلاق هذه المعسكرات، نتوقع أن تتشكل أزمة لا نتمناها في القريب العاجل في حال استمرار الحكومة العراقية في قرارها بإغلاق مخيمات النازحين قسريا. نعم، الباحث القانوني في المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان السيد محمد عمال، كنت معنا عبر سكايب من إسطنبول. شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا.